شهور عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدين الأعزاء في برنامجكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ سريعا، إيه أخباركم في القرآن؟ أخباركم في الصلاة؟ أخباركم في تلاوة القرآن بتدبر؟ أخباركم في صلة الأرحام؟ الله يكرمكم ما تنسوش صلة الأرحام، صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. نبدأ حلقتنا إن شاء الله بعد الحمد لله. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حديثنا اليوم عن الصبر، والصبر ذكره الله عز وجل في القرآن: وبشر الصابرين. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصبر، والصبر هو أول مرحلة من الصبر. في مرحلة قبل الصبر اسمها مرحلة الرضا، والرضا يوصلك إلى الصبر، الرضا يوصلك إلى الصبر، وقبل الرضا هناك شكر، شكر رضا صبر. الرضا أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن تصبر. إنما الصبر عند الصدمة الإيه؟ الأولى. الصبر ليس الصبر على فقدان الإبن أو فقدان حبيب أو فقدان أب أو فقدان أم أو فقدان أخ، لا، الصبر حتى على الحياة، الصبر على شظف العيش. الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس، غنى النفس. الإنسان النهاردة يا جماعة بالله عليكم عايزين نتعلم إن الإنسان يصبر على كل شيء، على رزقه الشوية يصبر عليه، على جاره السوء يصبر عليه، على الأخلاق اللي هي الناس أخلاقها بالضيق النهاردة تصبر تصبر. ومن ضمن الصبر إن الإنسان قال الله في سورة آل عمران بداية وربع وسارعه، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الإيه؟ عن الناس، والله يحب المحسنين. كاظمين الغيظ صبر، إنك أنت تستحمل زوجتك صبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته لأجد له جزاء إلا الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبر على زوجاته. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أعظم الأمثلة في الصبر: والصبر أجد إنباء له كسرت، ولكنه بسكون الباء موضوع. يا صاحب الكرب إن الكرب منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكاشف الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات القاسم، مات القاسم وهو ما كملش السنتين الرضاعة، وهو لم يكمل رضاعته القاسم طفل. والحديث رواه الحسين بن علي بن أبي طالب، ورواه ابن خزيمة وضعفه بعضهم. يقول: لما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة في ريح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحط في التراب. السيدة خديجة بكت وتهزت، إن العين لا تدمع، مش عيب الإنسان يبكي، إن العين لا تدمع عادي، ما فيش مشكلة لما نحزن وعناية تدمع، مش مشكلة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. ساعتها السيدة خديجة اتهزت وقالت: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها: في إيه يا خديجة؟ قالت له: يا رسول الله، درت لبينة القاسم يا رسول الله. القاسم مات
ومعاد الرضعة بتاعته دلوقتي صدرها حن، صدرها حن باللبن برضعة القاسم وهو حاليا في التراب. فبكت وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بحالة طوارئ في السماء، فينزل أمين الوحي جبريل على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: إن الله جعل للقاسم مرضعة تكمل له رضاعته في الجنة. إن الله جعل للقاسم مرضعة تكمل له رضاعته فين؟ في الجنة. وإذا أرادت خديجة أن تراه كشفنا لها الحجب. ياه، يعني لو والدته عايزة تشوفه ربنا يفتح لها الحجب وهتشوفه. وإذا أرادت أن تسمع صوته سمعناها صوته، سمعناها صوته، كشفنا لها الحجب حتى يطمئن لذلك قلبها. جه النبي بلغها وقال لها: يا خديجة، ربنا بيقولك لو عايزة تطمني، إن الله جعل له مرضعة تكمل له رضاعته في الجنة، عايزة تشوفيه ولا إيه الوضع؟ قالت: يا رسول الله، بل أصدق الله ورسوله. لذلك السيدة خديجة بيسلم، نزل أمين الوحي، لها مكان عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، لها مكان كبير عند النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة ذات يوم تقول: يا رسول الله، أو ما رزقك الله بخير من خديجة؟ السيدة عائشة كانت بتغير من السيدة خديجة حتى بعد موتها: أو ما رزقك الله بخير من خديجة يا رسول الله؟ يعني أنا هوت حلوة وكويسة، يعني أنا أحسن منها؟ النبي غضب، نفر، غضب النبي ونفر منه العرق الهاشمي، وقال لها: يا عائشة، والذي بعثني بالحق نبيا، يعني والله ما رزقني الله بخير من خديجة، لقد أعطتني حين حرمني الناس، وأوتني حين لم يؤوني الناس، وواستني بمالها حين لم يواسني الناس، فوالله ما رزقني الله بخير من خديجة. ينزل أمين الوحي جبريل على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، ذات يوم ويقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: أقرئ خديجة من ربها السلام. قل لخديجة أن ربنا بيسلم عليها. يا سلام، هذه النساء، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. السلام يقرئك السلام ويقول لك: أقرئ خديجة من ربها السلام. وجي سيدنا جبريل قال له: يا محمد، وأقرئها مني السلام، والله يقول لك: وأبشر خديجة بقصر في الجنة من قصب، من قصب يعني من لؤلؤ مجوف، أبشر خديجة في الجنة بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لذلك مات القاسم وكان فيه صبر وتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن يصبر، وكررناها، الإنسان لابد أن يصبر على حياته وعلى عيشته وعلى زوجته وعلى عمره وعلى مرضه. الإنسان حتى لو مريض يتقي الله ويصبر ويستحمل. يا أخي، الدنيا دي عبارة عن إيه؟ الدنيا عبارة عن قنطرة، والله وقلنا الكلام ده، الدنيا مش بيت راحة، مش بيت راحة، امال بيت تعب، فلابد ان يكون فيها صبر. امال الراحة فين؟ قلنا الكلام ده. سئل الامام احمد بن حنبل: يا امام، متى الراحة؟ قال: الراحة مع اول قدم دخولا الى الجنة، لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار خد واعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. نصبر، درس اللي احنا عايزين نصبر. سلم يبقى مريض يقول: الحمد لله رب العالمين. قالوا شوية كرب. يا أخي فين الأذكار الموظفة؟ أذكار الصباح وأذكار المساء، من ضمن الأذكار تدعي ربنا أن هو يبعد عنك الأمراض. أنت جالك المرض تصبر عليه، تصبر وتستحمل، وربنا هيعوضك، ربنا هيعوضك. نختم الكلام بحديث يأتي يوم القيامة. يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، الشمس كورت ومن رؤوس الخلائق أدنيت، الأمم ازدحمت وتدافعت، الأقدام اختلفت، الأجواف احترقت، الأعناق من العطش وحر الشمس ووهج أنفاس الخلائق انقطعت. الدنيا الشمس دنت من الرؤوس، الوضع هيبقى ايه؟ الوضع صعب. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، الملائكة موقفة العباد صفوف قبل أي حاجة،
ينادى على الناس يوم القيامة أين أهل البلاء؟ فين أهل البلاء؟ فين أهل البلاء اللي صبروا؟ أين الذين ابتليتهم في أجسادهم وحياتهم وقالوا الحمد لله رب العالمين وكانوا من الصابرين؟ فين الناس دي؟ فيخرجون إلى الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل لهم صبروا، فيقول الله عز وجل لهم ادخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله، ادخلوا الجنة بغير حساب، فلا ينشر لهم ميزان، فلا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، ادخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أهل المحشر يتعجبهم يقولون يا رب كيف ذلك، يدخلون الجنة من غير حساب ومن غير صراط؟ قال الله عز وجل فينادى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في نهاية المطاف أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالصبر والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تدبر لك أمرا فإن أولو التدبير هلك، وسلم الأمر إلى الله فنحن أولى بك منك. أقول ما تسمعون وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم 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 رمضان ك